أستاذ أحمد، القتال في المناطق الجبلية من أصعب القتالات في التاريخ ولحد يومنا هذا. والسبب في ذلك لأنه لا القوة الجوية ولا الطيران ولا الإسناد بالهليكوبترات أو بالمروحيات السمكيات وما إلى ذلك، وحتى بالنسبة للمدفعية والهاونات والكاتيوشا والإجراءات، كلها قليلة أو محدودة التأثير في المناطق الجبلية عندما يكون المدافع مختبئا. وهذا طبعا شيء سانح وواضح بالنسبة لمقاتلي حزب الله ومن معهم من جماعة المقاومة في أقصى الجنوب اللبناني. المنطقة حقيقة جبلية وعرة وكثيفة من ناحية الأشجار، لذلك الاختفاء سهل جدا. واحد وأي ضربة جوية وأي ضربة مدفعية، فيما إذا كان المدافع في داخل كهف ما أو داخل حفرة ما أو داخل الأنفاق، سوف لا يتأثر كثيرا، لا أقول لا يتأثر، ولكن يتأثر ربما 10% 5% 8%، لا أكثر. نحن ضباط الجيش العراقي بشكل عام مع الأسف طبعا في حينه أصبحنا خبراء في القتال بالمناطق الجبلية، يعني من أصعب، يعني فلأدلك أو أذكر نفسي بموقف معين في الشهر التاسع بالذات من عام 1974، عندما عزمنا نحن الجيش العراقي بمستوى اللواء واحد لا ليس أكثر لاحتلال أو إعادة السيطرة على جبل جوزك الذي كان بيد المتمردين كما كنا نسميهم أو العصاة. عندئذ أنا كلفت من قبل قائد الفرقة في حينه أن أكون ضابط الارتباط الأرضي للفرقة في قاعدة كركوك الجوية. تم الاستعداد بواقع 63 ضربة اعتبارا من الساعة الثانية من الساعة الثانية من بعد الظهر ولحد المساء، 63 ضربة جوية على جبل واحد فيه ليس مقاتلون بمستوى جماعة حزب الله أو المقاومة الموجودة في الجنوب اللبناني، وإنما أشخاص يعني قد يكونون مدربين ولكن هم من أهل المنطقة. ف 63 ضربة عندما بدأ لواء المشاة الجبلي الخامس بالتسلق نحو من السفوح طبعا باتجاه الأعلى في جبل زوزك، لم يستطع التقدم سوى 200 متر فقط في الليلة الواحدة، 200 متر في الليلة الواحدة. فما بالك بالنسبة لجماعة حزب الله الذين هم من أهل المنطقة من جهة وعقائديون من جهة أخرى. طيب. وثالثا هم يستعدون اعتبارا من قبل سنة من الآن، فيما إذا حصل تقدم إسرائيلي باتجاههم ماذا يعملون؟